السلام عليكم، اهلا في مراجعة الفيلم المنتظر بشدة. لنا سنة في انتظار هذا الفيلم لعشاق مارفل، لعشاق افلام الكوميكس افنجرز اند جيم. افنجرز اند جيم يجي بعد فيلم مهم، يجي بعد فيلم كان علامة فارقة لجميع افلام السوبر هيروز ولجميع افلام الابطال الخارقين، وهو فيلم افنجرز انفينيتي وور. مارفل نجحت نجاح ساحق في فيلم انفينيتي وور لعدة أسباب، أهمها إنه الفيلم انتهى بكليف هانجر عظيم، بعامل تشويقي جميل جدا، خلى الجميع والكل يتكلم لمدة سنة كاملة كيف القصة هتكتمل. نهاية كانت رهيبة، النهاية كانت عظيمة على يد واحد من أفضل الشخصيات الشريرة اللي جات مؤخرا في أفلام السوبر هيروز، وهي شخصية ثانوس. في هذه النهاية ثانوس قدر إنه يمحي نص تقريبا الكائنات والمخلوقات اللي موجودة في الكون. لازم أوضح إنه صعب تستمتع بهذا الفيلم إذا أنت ما أنت عارف على الأقل فيلم إنفينيتي وور، وما أنت عارف تاريخ الأحجار اللي موجودة في الفيلم واللي هي أساس القصة بالكامل. هتلاقي رابط لقصة الأحجار وملخص الأحجار في عالم مارفل السينمائي في خانة الوصف تحت. وقبل ما أجاوب على السؤال وهل إند جيم بمستوى إنفينيتي وور وهل إند جيم قدر يكمل نجاح إنفينيتي وور، لازم نشرح إنه إنفينيتي وور كان مختلف. إنفينيتي وور عمل أكثر من حاجة بعيدة كل البعد على الأشياء اللي تعودنا عليها في أفلام السوبر هيروز وأفلام أبطال الخارقين. فيلم كان ممتع لأنه كان مختلف. أبطال بتموت، الشر بينتصر في الأخير، مجرد الصدمة وإحنا بنشوف الأبطال وهي بتختفي نهاية الفيلم من غير ما إحنا عارفين أي حاجة عن المستقبل، هذا السبب كافي لتعلقنا فيلم إنفينيتي وور. لكن فيلم إند جيم بيلعب في ملعب مختلف تماماً. فيلم إند جيم الكل داخل وهو عارف تقريباً إنه في النهاية لازم إنه الخير يرجع ينتصر مرة ثانية على الشر، فعنصر المفاجأة هنا راح. وما احنا داخلين واحنا بنسأل نفسنا ايش حيصير، احنا داخلين وسألين نفسنا كيف حيصير، متأكدين من انتصار الخير لكن ما احنا عارفين كيفية انتصار الخير. لكن اقول لك حاجة وما فيها حرق ابدا، انه الاخوة روسو او مخرجين الفيلم مو بس خلونا نتفاجأ بكيفية هذا الحدوث، حتى كيف صارت النهاية ابدا في هذا الفيلم غير متوقعة. النهاية ابدا ما هي ببساطة انتصار الخير على الشر، وعامل المفاجأة انها كان جميل. في البداية فيلم إند جيم قدم كل العوامل المطلوبة لنجاح أفلام مارفل اللي تعودنا عليها، قصة مشوقة، عامل درامي قوي، عامل أكشن قوي جدا، والكوميديا المتنوعة والمزروعة في كل مكان من أماكن الفيلم وفي كل جوانب القصة. لكن الجميل في فيلم إند جيم واللي فاجأني شخصيا هو السياق الدرامي الجميل جدا في بناء الشخصيات، على الرغم من الشخصيات المتبقية في إند جيم هي 6 الشخصيات الرئيسية للأفينجرز، وخصوصا 3 الشخصيات الرئيسية لعالم مارفل واللي بدينا فيها هذا العالم، آيرون مان، كابتن أمريكا وثور، واللي كل واحد تقريبا منهم أخذ 3 أفلام منفصلة. هذا الفيلم بيعطينا جوانب الشخصيات هذه مختلفة ولأول مرة نشوفها، فبيكمل بناء الشخصية بطريقة غير متوقعة. وكون الفيلم فيه له سياق درامي جميل جدا في بناء شخصيات مهم، وكون الفيلم طويل 3 ساعات، هذا الشيء أعطى المساحة اللازمة لكل ممثل تقريبا إنه يلعب في ملعب مختلف، يورينا جانب درامي جميل جدا، خصوصا مثل المبدع المعروف أصلا إنه هو دراميا جيد روبرت داوني جونيور. ما أقلل من أداء روبرت داوني جونيور مثلا في الأفلام السابقة، لكن أفلام السوبر هيرو فيلم آيرون مان تقريبا وشخصية آيرون مان تعتمد على السخرية، الجانب الدرامي فيها ما كان بذلك القوة، لكن في إند جيم بنتطرق لهذا الجانب الدرامي بطريقة سلسة، بطريقة جميلة، بطريقة تخليني أتعلق في الشخصية أكثر وأكثر. لأنه زي ما قلت الفيلم أعطاهم المساحة عن طريق الوقت 3 ساعات، أداله مساحة، أداله الهدوء إنه يقدم الأداء التمثيلي من غير استعجال ومن غير أكشن وتبعات الأكشن، كله بيعتمد على الدراما. لكن عجبتني حاجة جميلة جدا، اختيار الإخوة روسو لهذا الخيار عجبني جدا. روبرت داوني جونيور ما هو صغير في السن، روبرت داوني جونيور كممثل هو ممثل كبير في السن، لكن بيقوم بدور بطل خارق، ما خلوا الشيء هذا يكون عائق. ما جابونا روبرت داوني جونيور وهو صابغ شعره وراجع صغير في السن أو شالوا التجاعيد أبدا، على العكس برزوا هذا الجانب،
شفنا روبرت داوني جونيور الكبير في السن، شفنا روبرت داوني جونيور اللي تقريبا عجوز من غير ما يضرر، من غير ما يقلل من شخصية ايرون مان. هذا الشيء مع الأداء الدرامي الجميل جدا، مع المساحة اللي أخذوها دراميا لشخصية روبرت داوني جونيور، قدمت لنا أداء مختلف جدا لهذا الشخصية. بعيد عن الدراما والنكد، عامل الكوميديا في هذا الفيلم كان طاغي. عامل الكوميديا في هذا الفيلم هو الأفضل من جميع أفلام مارفل للآن. عندي كان ثور راجناروك هو الأجمل كوميديا، بعده إيجي جاردن أوف ذا جالكسي، لكن إند جيم أعطاني كل حاجة استمتعت فيها في ثور راجناروك، وأعطاني كل حاجة استمتعت فيها في جاردن أوف ذا جالكسي في فيلم واحد. والجميل إنهم استغلوا أحد الشخصيات. مؤخرا صارت تعطينا طابع كوميدي جميل جدا، لكن في هذا الفيلم شال الكوميديا بالكامل، أعطانا جانب الكوميديا الجسدية والتعبيرية والتمثيلية والحوارية بشكل جميل للغاية. لكن الفيلم في الأخير يظل فيلم سوبر هيرو، الفيلم في الأخير يظل فيلم مارفل، الفيلم في الأخير لازم يخدم الأكشن، والأكشن في هذا الفيلم خصوصا في المقطع الثالث أو آخر جزء من الفيلم كان عظيم، معركة ملحمية كبرى. نفخت في الفيلم بما فيه الكفاية وقلت على كثير من الجوانب الجيدة والجوانب الجميلة والجوانب الممتعة، لكن في واحدة من الأشياء اللي أكيد بعض المشاهدين حيوقعوا فيها، وهي المقارنة مع إنفينيتي وور. لو أخذت هذا الفيلم كفيلم مستقل وقارنته بإنفينيتي وور، أنت غلطان. هذا الفيلم هو تكملة لإنفينيتي وور. إنفينيتي وور وإند جيم صعب تفصلهم عن بعض. أنا لو بيدي أشغل إنفينيتي وور ومباشرة أتفرج على إند جيم بعده. في إنفينيتي وور كل شخصية أخذت وقتها، وشوفنا العامل الخارق لكل شخصية وأدائها في القصة ودورها الفعال كمان مع عامل الشر اللي هو ثانوس. لكن هذا الفيلم مختلف، هذا الفيلم بيتعامل مع مشاعر كل شخصية، مشاعر الفقد، مشاعر الحزن، مشاعر الإحساس بالمسؤولية، مختلف تماما عن إنفينيتي وور. فصعب أحكم على هذا الفيلم من غير ما أخذ في اعتبار أنه كان في فيلم تاني أعطاني الجوانب الأخرى. فالباكج بالكامل 10 من 10. مقارنة هذا الفيلم مع هذا الفيلم خاطئة. في حاجة اسمها The Five Stages of Grief أو الخمسة المراحل للحزن. هذا الفيلم أخذ هذه المراحل الخمسة اللي ما حأضيع وقتي هنا وأشرحها، ممكن تروح تعمل عنها سيرش في اليوتيوب حتفيدك في حياتك جدا. أخذ هذه المراحل الخمسة وطبقها حرفيا على كل أجزاء الفيلم وعلى كل الشخصيات تقريبا. وقبل ما أعطي التقييم النهائي نسترجع كلام الإخوة روسو، نسترجع كلام مخرجين الفيلم واللي قالوا إنه فيلم إند جيم هو نهاية الساغا، هو نهاية الملحمة، هو نهاية عالم مارفل السينمائي كما نعرفه، واللي هي ساغا الإنفينيتي وور. قصة الإنفينيتي وور تنتهي بهذا الفيلم، فهل وضعوا لنا نهاية وختمة مناسبة لـ 11 سنة و 22 فيلم أو لا؟ الإجابة بالنسبة لي نعم. الإجابة بالنسبة لي إنها أجمل نهاية. الإجابة بالنسبة لي إنه الإخوة روسو نجحوا نجاح ساحق. عندي بعض الاعتبارات، عندي بعض الأشياء اللي ممكن ننتقدها، اللي ممكن نتكلم عنها، وحاجي لها الآن في فقرة الحرق، لكن بشكل عام فيلم إند جيم ياخذ 9 من 10. حبدأ أتكلم الآن على بعض الجوانب اللي عجبتني وبعض الجوانب اللي ما عجبتني مع حرق الأحداث في القصة، فلو ما شفت الفيلم للآن وقف هنا، وصدقني لازم توقف هنا. هذا الفيلم يا جماعة هو عبارة عن توديع للشخصيات الرئيسية، توديع لأهم الشخصيات الرئيسية، أكثر من أنه انتقام، وأكثر من أنه رجوع الشخصيات اللي اختفت، وأكثر من أنه تختيم لإنفينيتي وور. أكيد في ناس ما عجبها الفيلم، أكيد في ناس شايفة إنفينيتي وور أجمل وقلنا أنه هذه المقارنة خاطئة، لكن هذه النوعية من الناس أكيد ثمن أكيد دخلوا هذا الفيلم وهم عندهم هدف واحد، يبي يشوفوا الأفينجرز، يبي يشوفوا الأبطال يعملوا محاولة بعد محاولة بعد محاولة، أكشن بعد أكشن بعد أكشن، محاولة لإسقاط ثانوس ويرجع الشخصيات مرة ثانية. لكن هذا الفيلم زي ما قالوا الإخوة روسو هو تقفيل للساغا، هو تقفيل لـ 11 سنة، هو تقفيل لـ 22 فيلم، فكان طبيعي نرجع ونشوف كل شخصية إيش اللي صار معاها، إيش الجوانب الموجودة في هذه الشخصيات، إيش الأشياء اللي موجود في ماضي هذه الشخصيات، وكيف ممكن يتعامل كل شخصية مع هذه الجوانب المفتحة. ايرون مان وعلاقة المعقدة بأبوه، توني ستارك وعلاقة المعقدة بهاورد ستارك، كابتن أمريكا والحب الأبدي واللي بعد 70 سنة من التجمد ما قدر ينساها، شايل صورة الإيجنت كارتر في كل مكان، وكيف أنه كان لازم يتعامل مع هذا الحدث.
هولك علاقته النفسية مع نفسه. هولك ما كان متقبل نفسه كهولك ولا كبروس بانر، فكان لازم يلاقي منطقة في المنتصف. هولك بهذه الطريقة قدر أن يوصل للحل النهائي، سيظل الرجل الضخم وسيظل أيضا العالم البارع. غير ثور وعلاقته بأمه، فهذا الفيلم عبارة عن تقفيل جميل جدا لكل شخصية ولجوانب الشخصيات المتعددة الرئيسية. وهذا كله انتهى بتوديع الشخصية اللي بدأت هذه السلسلة، بتوديع آيرون مان، بتوديع توني ستارك اللي ضحى بنفسه عشان ينقذ الكل. ايش تبغى أجمل من كده يا مان؟ ايش تبغى أجمل من كده نهاية؟ آيرون مان الشخصية اللي تقريبا قبل 11 سنة ما حد كان يعرفها غير مجانين الكوميك. تقول لي تعرف آيرون مان الرجل الحديدي؟ حوريك ده، هقول لك أعرف ده، ما أعرف إيش هو آيرون مان. جات هذه الشخصية من 2008 وغيرت عالم مارفل السينمائي، غيرت عالم الكوميكس ككل في العالم، إنه هذه الشخصية هي اللي تموت، إنه هذه الشخصية هي اللي تنقذ باقي الشخصيات. إيش في أجمل من كده؟ صحيح إنه فكرة الإنقاذ كانت سهلة، صحيح إنه بعض الأحيان كمان ما حسينا بالخطر، وإن المهمات اللي صارت في استعادة الأحجار اللي صار فيها من دراما غطة على مهمة استعادة الأحجار، والله العظيم أنا متفاهم لهذا الكلام. وصحيح كمان إنه حتى رجعت أنت مان، واللي أعطانا أصلاً موضوع إن نرجع بالزمن كانت مصادفة وإنه الفار طلع، بس يا أخي هذا فيلم تجاري، هذا فيلم كوميك، هذا فيلم نابع من قصص مصورة، هذا مو فيلم درامي أو فيلم أوسكاري. فالطبيعة تسأل نفسك سؤال، هل استمتعت بالفيلم أو لا؟ أنا استمتعت جدا، الجمهور معايا في السينما استمتع جدا، ضحكنا، بكينا، صفقنا، وقفنا، كل العوامل هذه. وفي الأخير أطلع وأمسك على الهجات البسيطة هذه؟ طبعا لا، لكن برضو أعطونا لقطات رهيبة. يا أخي كابتن أمريكا لما شال المطرقة حق الثور ما مسكت نفسي وأنا أصفق. كابتن مارفل اللي أنا أعتبرها من أسوأ الشخصيات في عالم مارفل السينمائي، عجبني تقريبا دورها في الفيلم. صح مستفزة وما زالت مستفزة، لكن الكم لقطة اللي طلعت فيها كانت أحلى من فيلمها بالكامل. لكن لو في عيب واحد اللي ما هأقدر أسامح فيه مارفل أبدا ولا أسامح إخوة روسو عليه أبدا، هو ثانوس. فين ثانوس يا أخي؟ ليش الغياب الكلي للشخصية؟ عندك شخصية شريرة عميقة بأفكار، بحوار، بهدف، بكل الأشياء اللي ممكن تجعل من أي شخصية شريرة عظيمة، ليه تتجاهلها بالكامل في فيلم مدة 3 ساعات؟ صراحة ما حسيت بخطر ثانوس، صراحة ما حسيت أبدا بقوة ثانوس، صراحة حسيت ثانوس زي أي شرير آخر. هذا أكبر عيب بالنسبة لي في الفيلم. لكن أنا شخصياً أشوف إن نهاية الفيلم مو بس إنه آيرون مان ضحى بنفسه، ولا إنه كابتن أمريكا رجع مرة ثانية وصار عجوز وعاش حياته، لأ، نهاية الفيلم هو نهاية الصراع بين كابتن أمريكا وآيرون مان. هذه الشخصيتين عمرها ما اتفقت، هذه الشخصيتين كان بينهم صراع جعل من فيلم ملحمة جميلة جدا، هو كابتن أمريكا سيفل وور، واللي من بعدها إلين الآن تقريبا وهذه الشخصيتين بتحاول تلاقي أي فرصة عشان تجي على الثانية. فالجميل إنك تشوف إنه في النهاية ما في واحد انتصر على الثاني، ما في واحد مشى كلامه على الثاني. آيرون مان مات وضحى بنفسه، والثمن إنه كابتن أمريكا كمان ساب القيادة، ما صار هو القائد، ورجع عاش حياته مرة ثانية مع كارتر واللي كان يتمنى إنه يعيشها. زوجة آيرون مان وحبيبة آيرون مان كيف ودعته؟ ما بكيت وليش سويت كده وليه عملت كده زي ما إحنا بالعادة متعودين على هذه الشخصية؟ بالعكس، قلت له you can rest now، تقدر ترتاح الآن. هي عارفة قد إيش إنه آيرون مان كان عمره مستحيل يسيب الموضوع، مع إنه في بداية الفيلم كان رافض حتى المشاركة، بس إحنا عارفين شخصية آيرون مان، فإيش في تكريم أجمل لهذه الشخصية إنها تموت فداءً، وإنه يكون هيرو، إنه يكون بطل لآخر لحظة. فيلم عظيم يا أخي. نهاية الفيلم حابب أسمع منكم، هل فيلم إند جيم يستحق إنه يكون نهاية الساقة؟ يستحق إنه يكون نهاية الملحمة؟ هل عجبك الفيلم أو لا؟ كان معاكم ماهر موصل، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.